الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أنا أترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين قضوا في مهمة الدفاع عن مجمع محاكم مصراتة. الشهداء محمد ميلاد جبريل أحد أفراد الشرطة القضائية مصراتة، محمد ميلاد النعيري أحد أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة، عبد السلام مفتاح أبو علي وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام، حمزة عبد الله الأطرش وهو مواطن متردد على مجمع المحاكم بمدينة مصراتة. كما أدعو بالشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا والذين تعرضوا لإصابات في هذا الهجوم الإرهابي على مجمع محاكم مصراتة، وعددهم 41 مصاب، تتراوح إصاباتهم بين الإصابات البسيطة والخفيفة والجسيمة. وفي هذا المقام أتوجه بالشكر الجزيل للأجهزة الأمنية وعلى رأسها مديرية أمن مصراتة وجهاز الشرطة القضائية مصراتة والغرفة الأمنية المشتركة الذين تصدوا لهذا العمل الإرهابي الذي بموجبه دخل عدد من الإرهابيين إلى مجمع محاكم ونيابات مصراتة واشتبكوا معهم وتصدوا لمحاولة محاولة الهجوم على مجمع المحاكم بمدينة مصراتة. عقب هذا الحادثة مباشرة تواجدت الأجهزة الأمنية واجتمعنا في اجتماع موسع مع الأجهزة الأمنية بمدينة مصراتة، وتم في هذا الاجتماع الاتفاق على إعلان كل الأجهزة الأمنية لحالة الاستنفار القصوى، أيضا الاتفاق على إجراءات أمنية صارمة ستتخذ من قبل كل الأجهزة الأمنية حول عدد كبير من الجرائم والظواهر التي انتشرت خلال المدة الماضية، أهمها التجول بسيارات معتمة وأيضا بسيارات من غير لوحات قيادة، بالإضافة إلى تنظيم تواجد النازحين والأجانب في مدينة مصراتة. أتمنى من أهالي مدينة مصراتة ومن كل المؤسسات الأمنية وكل المؤسسات المدنية فسح المجال لمؤسساتنا الأمنية للقيام بدورها وتطبيق القانون على الجميع، وعدم تدخل الشأن الاجتماعي في المؤسسات الأمنية، لأننا سنقوم بأعمال أمنية قوية اتجاه هذه الظواهر التي ذكرناها. أفسح المجال الآن للسيد مدير مديرية أمن مصراتة ليعطينا نبذة عن الواقعة وكيف حصلت وكيف تم التعامل معها. نترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذا التفجير الغادر، نتمنى الشفاء للجرحى، نسأل الله أن يعجل بشفائهم. طبعا الواقعة اليوم حصلت تقريبا عند الساعة 11:30 صباحا بوسط مدينة مصراتة بمجمع المحاكم، حيث كنا متواجدين داخل المديرية. فالمجمع المحاكم يبعد حوالي 150 متر يعني على مديرية الأمن، سمعنا إطلاق النار. طبعا خرجنا فورا وهرعت جميع الأجهزة الأمنية إلى عين المكان، حيث عند وصولنا إلى مكان الواقعة كان إطلاق النار كثيف جدا جدا، وكانت الأجهزة الأمنية اللي هي مديرية أمن مصراتة، كنت أنا برفقتهم يعني، والغرفة الأمنية المشتركة وأعضاء الشرطة القضائية وباقي الأجهزة الأمنية للأمانة كانت طبعا في عند وصولنا هناك. حصلت المواجهة مباشرة، وأكبر دليل على ذلك أن الشهداء الذين سقطوا، نسأل الله أن يكونوا في الشهداء والجرحى بالكامل، هذا وكيل النيابة يعني عن طريق التفجير يعني يستشهد، نسأل الله أن يتقبل في الشهداء وباقي المجموعة أو العناصر نتيجة إطلاق رصاص. يعني المواجهة كانت مباشرة وكانت كثيفة جدا جدا، قبل سلاح بيكيتي، نوع بيكيتي يعني، وكانت الدخيرة يعني يبدو أنها كثيرة معهم، حيث حصلت يعني الأشخاص شفناهم بالعين المجردة، وأكبر دليل اللي فجر نفسه هدايا
طبعا في احد الضباط هو رئيس قسم حراسات المديريه ملازم اول محمد المهندس هو من قام باطلاق النار عليه اسقطه ومن ثم قام بتفجير نفسه. وكان الاطلاق مازالوا شخصين طبعا موجودين داخل هم يعني ثلاثه اللي موجودين داخل استمروا باطلاق النار داخل المجمع وكانت اصوات الانفجارات كثيره منها يعني كانت رمانات او قنابل يدويه. عندما نقص اطلاق الرصاص يعني كان خفت هيك شويه فعرفنا انهم حيقوموا بتفجير نفسهم يعني فاستعدينا احنا خرج الثاني هذا وقام بتفجير نفسه والشخص الثالث كان من الجهه الاخرى يعني شفناه لما مشي للجهه الاخرى مجمع المحاكم حاصرناه من الجهه الثانيه وقام بتفجير نفسه ودخلنا للمجمع يعني داخل وكانوا عدد طبعا المصابين الشهداء أربع أشخاص منهم اثنين من أعضاء الشرطة وشخص مدني وكيل نيابة والجرحى وصل عددهم إلى عند 41 فيهم طبعا إصابات خطيرة وإصابات متوسطة وتم السيطرة على الموقف يعني والحمد لله وني طبعا اتخذنا طبعا إجراءات فورية وانطلق الفريق اللي قمنا بتشكيله لتقصي الحقائق حول هذه الواقعة انطلق في العمل متاعها و يعني نطمن الأهالي رانا احنا مستعدين استعداد كامل وبإذن الله يعني مش حتمر مرور الكرام وحنحاولوا منع أي جريمة من مثل هذه الجرائم الإرهابية الغادرة انها تقوم يعني في انها تقوم في المستقبل بإذن الله تعالى يعني. نعم. بقت ملاحظة أخرى وهي أن هناك سيارة التي حضر على متنها من قاموا بهذه العملية الإرهابية وجدت أمام مجمع محاكم مصراتة والآن تم تفكيك ما كانت تحتويه من دخائر ومتفجرات وكانت على متنها أعداد كبيرة جدا من المتفجرات. تفضل. هناك صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت العديد من الاخبار حول حادث اليوم من بينها ان هذا الهجوم كان رده فعل على جلسه محاكمه عقدت لافراد من داعش، هل هذا كلام صحيح او لا؟ اولا نقول ان احنا كنا في تواصل مباشر مع السيد المحامي العام بمحكمه او بدائره محكمه استئناف مصراتة نفى أن يكون اليوم هناك جلسة لأي من أفراد تنظيم الدولة. جلسات في مجمع المحاكم اليوم تسير بشكل طبيعي جدا، الجنح والقضايا المدنية وأيضا الجنايات، ولا توجد مثل هذه التصريحات، هي تصريحات مضللة ولا صحة لها. تفضل. هذا التفجير تبناه بشكل رسمي تنظيم داعش عبر وكالة الأعمال. سؤالي هو للسيد مدير المديرية حول يعني هذا التفجير الإرهابي، هل كان متوقعا من قبل الأجهزة الأمنية؟ هل كنتم تتوقعون حدوث مثل هذا التفجير خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها السيد مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام والضربات التي يتعرض لها عناصر داعش وأيضا يعني كردة فعل من الممكن أن تكون، هل كان متوقعا؟ هو من الطبيعي جدا انه يكون لهم وهو ما حدث بالفعل يعني الرد هذا كان انتقام رد يعني او تفجير انتقامي لما حدث لهم بمدينه سرت حيث ان تعلم انتم كلكم يعني مدينه سرت تم القضاء على داعش بها وتم سحقهم فكانوا يبوا يثبتوا نفسهم اثبات صوري ان رانا احنا موجودين و ما يبوش يعني يخطفوا بسرعه ما يبوش يخطفوا بسرعة وإحنا موجودين في الساحة موجودين كذا فحاجات زي هذين هو داعش موجود في العالم كله قدامكم أنتم العالم كله تشكي كله تحارب فيه وكله ومعروف من اللي يدعم فيه يعني فبيحاولوا أنهم يثبتوا وجودهم أنهم موجودين ولكن في الحقيقة حتى إحنا موجودين يعني موجودين ولن نتخاذل ولن نتراجع مش في يعني جريمة كالدواعش هذين إحنا نقول لك داعش بخلوها إحنا درجة ثانية يعني بجرائم أخرى لأن إحنا حنصبوا لهم المرصاد وعندنا عليهم معلومات وعندنا عليهم يعني نتابعوا فيهم وفريق تحري سبق انشاء يعني من بعد تحرير سرت وفي نفس الوقت اليوم يعني
الحمد لله قمنا بتشكيل فريق وانطلق في الشغل متاعه وقاعدين يتابعوا في الموضوع وإن شاء الله نحدوا منها الظاهرة إن شاء الله يكون آخر تفجير بإذن الله. طبعا سبق وأن مش أول هجوم هذا اللي داعش على مدينة مصراتة، يعني سبق وأن قاموا بعدة تفجيرات منها بوابة الكراريم وبوابة الدفنية، عدة تفجيرات يعني سابقا حصلت. للأمانة يعني حتى الأستاذ محمد يعني يجاوب عليه سؤال سأل أحد الزملاء عندك، السيارة هذه طبعا اللي جايين فيها هي سيارة سانتافي مظلمة الزجاج. طبعا مجمع المحاكم ما تقدرش تلوم لي على الشرطة القضائية اللي يقوموا بحرس بي، لأن مجمع المحاكم يجوه ناس يعني في اللي عنده قضايا في اللي شاكي في اللي كذا، وطبعا كما تعرفون أنتم القضاء هنا عندنا يعني مفاعل ويشتغل، فالناس تتردد عليه يعني، فكان دخولهم عادي جدا جدا جدا، ولكن لما تمكنوا ودخلوا نزلوا بالسلاح وقاموا بإطلاق الرصاص عشوائي على أعضاء الشرطة اللي هم نصيبوا مجموعة كبيرة منهم، والسيارة هذه طبعا محملة بكميات كبيرة من المتفجرات وموصولة بأسلاك كهربائية بأجهزة وبالبطاريات، وجاء فريق المتفجرات تابع لمكافحة الجريمة مصراتة وقام بتفكيك هذه المتفجرات، والأمور تحت السيطرة الآن والحمد لله، والدوريات الآن تشتغل على قدم الوساق وقاموا بتأمين المدينة وإن شاء الله مستمرين ولن نتراجع كما قلت لك في السابق. محمد بدي في هذا المصراتة. أهلا بك. سؤال موجه مني مديرية المصراتة، سؤال مشقين. السؤال الأول يشاع بأن تم القبض على أحد المنفذين، هل تم التوصل إلى هوية هؤلاء المنفذين وأسباب ووقف على هجومهم؟ أما السؤال الثاني، الإجراءات الاحترازية التي ستقوم بها طبعا احنا قضينا عليهم اللي قاموا بتفجير المنفذين. طبعا احنا كنا في مواجهه مباشره يعني معهم وشفنا حتى الشخصيات، طبعا فيهم اثنين سمر البشره وواحد بشرته يعني ابيض البشره، تم القضاء عليهم. طبعا اثنين فجروا روحهم زي ما قلت لك، واحد بعد ما انصاب راح يعني خاف يقع في قبضتنا يعني قام فجر روحه يعني في اللحظات الاخيره فجر روحه، والشخص الاخر لما ضيقنا عليه الخناق وكان حيكون تحت السيطره قام بتفجير نفسه يعني هذا. وبالنسبه للسؤال الاخر تقحمتني مجموعه اسئله. الإجراءات الاحترازية طبعاً أنا هنقول لك مثلاً على الخطة هذه، مش هنقول لك مثلاً الخطة لأن إحنا كإجراءات جميع الأجهزة الأمنية جاهزة، ومانيش مقايل لك طواري أكثر من أني بنكون في وضع استعداد بنسبة أكثر من نسبة 100%، وعندنا خطة أمنية يعني من قبل، عندنا خطة أمنية للمواضيع زي هذين، فتو مستمرين فيها ومنطلقين والأمور تمام، وأهل المدينة كلهم مصابين في الموضوع، ولكن هنخلو إحنا الموضوع الأول والأخير للأجهزة الأمنية تقوم بعملها، وأني فخر لي لما أعضاء من التابعين العناصر الأمن يعني يتبعوا الجهات الأمنية الرسمية لما ينصاب أو يستشهد أو يعني يقوم بعمل يعني في حاجة زي دي، وأني شفتهم بأم عيني كيف يعني قاموا بالدخول وكيف قاموا بالمواجهة، قلت لك كانت شخصية يعني مواجهات مباشرة يعني، والخطة يعني بدأنا في تنفيذها وسنقوم بتأمين داخل المدينة ومنافذها بالاستعانة مع وحدات التابعة للمنطقة الدفاعية مصراتة يعني، ومستمرين إن شاء الله بإذن الله. طيب نعم عندي الآن السيارة ما نتم مساك السيارة سليمة من الطعم الهيئة والطعم الحرقة، تم التعرف ويمكن التعرف للوصول لمصدر السيارة؟ هذا كله طبعا هي فيها لوحات وفيها يعني هذا كله هيكون عند قسم البحث الجنائي هيقوموا بعملهم كأي جريمة يعني، تو ضبطت هي السيارة يعني هنقوم بالإجراءات الاعتيادية اللي هي التحري على السيارة ومعرفتها ومراسلة الجهات اللي هي ممكن تحصل عليها معلومات على السيارة كأقسام الترخيص أو كذا، ومراجعة البرقيات ربما تكون السيارة مثلا مسروقة أو كذا أو باسم الشخص نفسه يعني، احنا عندنا أسماء أشخاص التابعين لتنظيم الدولة ربما نتوصل إلى اسم معين أو نعم.
إذا كان في شيء صار احنا نقول بارك الله في الجميع. بقت فقط إشارة أخيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ومن خلال الخطة التي تم الاتفاق على وضعها ستقوم بتنفيذها وبكل جدية وبكل صرامة. نتمنى من الأهالي، نتمنى من كل المؤسسات المدنية، من كل الشخصيات الاجتماعية وغيرها معاونة الأجهزة الأمنية في تنفيذ هذه المهام. بارك الله في الجميع والسلام عليكم ورحمة الله.